واحد بيقول هل هناك فرق بين الرشوة والربا، فإن كل منهما حرام. كل منهما حرام دي جبتها من عندك، نحاول نفهمها. ليس كل ربا حرام، ليس كل ربا حرام. فإيه الفرق بين الحرام والحلال في الربا؟ لما انت تدي انسان فقير قرض بالربا يبقى ده حرام، لان الانسان الفقير ده كأنك بتاخد من لحمه، فلا يملك هو هذا الربا، يربو عن الشيء يعني يزيد، فهو لا يملك هذه الزيادة. لكن افرض انك وضعت فلوسك في بنك، البنك بياخد الفلوس ويتاجر بيها، بيستثمرها وبيكسب، فتعتبر انت شريك في رأس المال، انت شريك في رأس المال. لكن الفقير ده اللي بتديله بالربا فين رأس المال اللي شريك فيه؟ مفيش، ده راجل غلبان ومفيش بيكسب. فالأموال التي توضع في هيئات استثمارية سواء شركات أو بنوك أو أي مؤسسات اقتصادية وبتربح، وأنت بتاخد جزء من الربح بصفتك شريك في رأس المال، أهو ده ربا، لكن مش حرام. حرام لما بتاخد من لحمه، من واحد فقير. عشان كده المسيح في مثل الوزنات قال لصاحب الوزنة الواحدة ليه ما حطتهاش في موائد الصيارفة، كنت أخدها بفايدة بربا. الرشوة التي تأخذ فيها حقا ليس لك هي حرام 100%، التي تأخذ فيها حقا ليس لك. لكن في ناس بقى ما يطلعوش ورقة من تحت ايديهم غير لما تديهم، ما يمضوش على الورق غير تحت ايديهم. ده اسمه بيغتصب مالك غصب عنك، واسمه حقك، وما بتاخدش حاجة ليست ليك. لكن مع ذلك لو اتظبطت فيها تبقى ضد القانون ويمسكوك.